هادشي راه تيكون فيا بلاصه. العافيه ضروري غادي تشعل، ضروري غادي تشعل العافيه، ماشي غير في المحطه، راه تتشعل في القيصريه تتشعل فيا بلاصه، يعني شي حاجه بسيطه. والحمد لله راه الوقايه المدنيه تدخلات، راه طفات العافيه، وراه ما كاين لا خساره بشريه، ما كاين لا خساره ماديه، يعني الخساره الماديه اللي كاينه راه قليله. وهادشي راه تيكون فيا بلاصه، غادي يكون في القيصريه، غادي يكون في المحطه، غادي يكون في جميع المحلات، يقدر يكون غير محل بوحده واحد راه غتشعل فيه العافيه. والرساله اللي غادي نرسل للناس اللي عندهم المحلات، ملي تيبغي يخرج من المحل ديالو يسدو، هو يلوح الضو وما يخلي حتى شي حاجه مازال تتشارجي من وراه. هادشي اللي كاين عاود باش اللي وقع، اللي وقع العافيه راه شعلات، راه ضروري غادي تشعل تقريبا ما واحد ربع ساعه المكانه. دخلوا الناس ديال الوقايه المدنيه ودخلوا الشرطه اللي كاينه داخل المحطه ديال المقر ديال المحطه، ودخل سعد القايد براسو بنفسه السيد البشار، راه دخلوا يعني بسرعه، جاو الناس ديال الوقايه المدنيه الحمد لله، راه طفات. راه الخسائر اللي كاين، نوع الخسائر هادشي ديال الالكترونيك، التليفونات والشارجورات وهادشي اللي كاين ديال البيموات وهادشي ديال الماء اللي كاين، هو الخساره. المحل التجاري واحد اللي شدات فيه. شكرا. اسباب يعني كيف يكون شارجور، كيف يكون يعني البريز مازال شاعل، ربما غادي يكون شي بريز شاعل، هذا هو اللي غادي يكون السبب ديالها، هو غادي يكون شي بريز شاعل يعني خلاه سد، لانه المحطه ما بقاتش خدامه كما كانت سميتو، كما كانت شحال هذه. بنادم تيشوف راسو بالليل راه ما كاين والو، ما كاين وراه يلاه تقريبا راه تشعلات مع 11 ونص تقريبا ديال المحطه تقريبا شبه خاويه، راه ما تيدورش فيها كاع بنادم، راه ملي توصل 10 ولا 11 راه تكون خاويه. ونتمناو باش يديروا هذه الوسائل ديال قرعيه العافيه، انه قرعيه العافيه انا لاحظنا تنقلبوا عليهم لقيناهم في 2019 وهما ما تجددوش، مازال ما خدامينش. ولي سيكيريتي ديال الماء راه كاين، راه ملي تبنى راه عمر مازال صوبوه، ولكن ملي جينا نطلقوا الماء يعني ما كاينش. نتحملوا المسؤوليه، والمسؤوليه غادي تحمل الناس اللي جاوا شادين الاداره ديال المحطه، هما المسؤولين ديال هذا الشيء. شكرا. Ma fermano.